السلام عليكم شباب. طبعا فولت بنزين وقطعت بالتفويلة مال البنزين 520 كيلو متر، خوش 530-520 هالحدود، وبقى عندي هذا البنزين. شوف ايش قد بقى عندي ربع، ويقول لك السيارة تمشيك 37 ميل بس. بس راح اشوفكم ايش قد راح تاخذ السيارة، يعني ايش قد صرفت بال 530 ميل. خليكم ويا الفيديو. بلشنا نفول، خلينا نشوف ايش قد راح تاخذ. نشوف ما شاء الله تقريبا فولت، شوف قامت فولت بعد ما تاخذ اكثر. خلينا نشوف العداد ايش قد صار. وهنا العداد صارت 43 لتر، 43 لتر و 800 يعني 44 لتر ضبط. هسه ما شاء الله نشوف التانك ايش قد صار فول. شوف ايش قد يقول لك كمشيك 380 ميل. زين يعني خير من الله. يعني ما شاء الله فد اقتصاد باستهلاك الوقود مو طبيعي.